LMIS, l'école française. أعزائي الطلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي، النهاردة هنتكلم عن أول درس في دروس التاريخ في الترم الثاني اللي بيتكلم عن جولة في حياة المصري القديم. إحنا درسنا في نهاية الفصل الدراسي الأول إن الحضارة المصرية القديمة كانت مكونة من 5 مجالات، وهي الحياة السياسية والحياة الاقتصادية والحياة الدينية، ودي درسناها في الترم الأول. في الترم ده هنبتدي بالحياة الاجتماعية والحياة الثقافية. والحياة الاجتماعية هي موضوعنا النهاردة، واللي سميناها جولة في حياة المصري القديم. هنشوف المجتمع المصري كان عايش إزاي. المجتمع المصري أدرك من زمان قوي أن الوحدة والتماسك بين أفراد المجتمع هي اللي ممكن تعمل له تقدم وازدهار. يعني لو ما فيش وحدة وتماسك بين أفراد المجتمع وفي بينهم نزاعات بشكل مستمر، لا يحصل لا تقدم ولا ازدهار. ولو بصينا للحياة المصرية القديمة هنلاقي إن كان بيسودها الود والحب. طب إيه السبب؟ بما تفسر كان بيحب بعض ليه؟ بسبب تطبيق العدالة والمساواة أمام القانون بين أفراد المجتمع دون تمييز بينهم. يعني كل الناس كانوا بيحبوا بعض لأنهم مش حاسين بالظلم، في مساواة بينهم. والمجتمع المصري القديم اتكون من عدة طبقات، يعني كمجتمع طبقي. اتكون المجتمع المصري القديم من 4 طبقات. الطبقة الأولى طبعا هتبقى الفرعون وأسرته، والطبقة الثانية بتتكون من الوزراء وكبار الكهنة والكتبة وحكام الأقاليم. أما الطبقة الثالثة هي صغار الموظفين والتجار وأصحاب الحرف، والطبقة الأخيرة اللي هي الرابعة فكان تضم العمال الزراعة والحرفيون والرعاة. الرعاة اللي هم الناس اللي بيشتغلوا في الرعي، والحرفيين اللي هم الصناع. بعد كده هنبتدي ندخل جوه الأسرة المصرية، نقعد مع الأسرة المصرية القديمة نعرف كان نظامها عامل ازاي. الأسرة المصرية القديمة كانت زي دلوقتي، مكونة من أب وأم وأطفال، والأب ليه حقوق وواجبات والأم ليها واجبات وحقوق، وكذلك الأبناء. نبتدي بالأب. إيه مسؤوليات أو واجبات الأب نحو أسرته؟ واجبات الأب إن هو رب الأسرة وراعيها، يوفر للأسرة احتياجاتها ويحميها. زي دلوقتي الأب في أي أسرة هو اللي بيوفر لها احتياجاتها وبيرعاها وبيحميها. طب الأب ده ملوش حقوق؟ لا، ليه حقوق بقى. إيه هي الحقوق دي؟ حق التقدير والاحترام والطاعة. يعني لازم كل أفراد الأسرة يحترموه ويدعوه ويقدروه. أما الأم فهي الأخرى، لها واجبات ولها حقوق. الواجبات بتاعة الأم هي إنها بترتب المنزل وبتنظفه، طهي الطعام، تعمل أكل، تربية الأبناء ومساعدة الزوج في بعض الأعمال. طب حقوقها إيه بقى؟ الأم كان ليها 5 حقوق: حق الوراثة والشهادة والتعاقد والبيع والشراء. يعني حق الوراثة؟ حق الوراثة إن من حق الأم إن هي تورث. طب تقول دي حاجة عادية؟ لا، في بعض المجتمعات القديمة كانت بتحرم من المرأة من حق الوراثة. لكن بالمجتمع المصري القديم المرأة دي كانت تستطيع أن تورث، مفيش أي مشكلة. وحق الشهادة يعني كانت شهادتها أمام المحاكم معترف بيها. والتعاقد من حقها ان هي تكتب عقود وتبيع وتشتري. في مجتمعات قديمه كانت بتحرم المراه من هذه الحقوق. طب الابناء ليهم حقوق وعليهم واجبات؟ مظبوط. واجبات الابناء طبعا زي ما المفروض عليك دلوقتي انك بتحترم والديك وتتفوق في دراستك وتساعد الوالدين في بعض الاعمال. وكمان المصري القديم كان ملتزم برعايه حقوق والديه بعد وفاتهم، يعني بعد ما يموتوا.
ده بالنسبه لواجبات الوالدين وعن واجبات الابناء. اما عن حقوق الابناء من حقهم ان هم يتعلموا الاداب والاخلاق، اداب السلوك الحميد والاخلاق الطيبه، وكمان يتعلموا العلوم المختلفه، يعني بيتعلموا ادب وعلم زي وزارتنا دلوقتي اسمها وزاره التربيه والتعليم. اما عن مسكن مصر القديم فكان يتميز بالبساطه. المنزل بتاع المصري القديم كان بسيط قوي، كان بيبني من الطوب اللبن، ما عدا الابواب والاعمده ما كانتش من الطوب اللبن، بل كانت بتتصنع من ايه؟ من الحجاره. كما ان البيت بتاعه كان يا اما دور او دورين، طابق او طابقين، وحجره واحده او حجرتين. ففعلا كان منزل بسيط، بس ده مش كل المصريين كانوا كده، ده المصر القديم العادي. طب الغني كان بيته بيبقى احسن حالا اكثر اتساعا، حواليه حديقه جميله، والجدران بتاعته متزينه بزخارف ونقوش جميله. طب والفرعون؟ لا، الفرعون ده لازم يكون القصر بتاعه مضرب في العلو والفخامه والاتساع، يعني مضرب مثل، يعني بيتضرب بيه المثل قد ايه هو كبير، قد ايه مرتفع، قد ايه هو فخم. طبعا الاساس في البيت المصري القديم كان بيختلف من اسره لاسره، من طبقه لطبقه، حسب ظروف المعيشه. يعني ممكن يجي لي بما تفسر اختلف الاساس في مصر القديمه، الاجابه هتبقى بحسب اختلاف الظروف المعيشيه او الطبقه التي ينتمي اليها المصري القديم. بالنسبه للملابس والزينه، المصري القديم كان مهتم بمظهره سواء من الرجال او الإناث. طب يا ترى كانت الملابس اللي بيلبسوها مصنوعة من إيه؟ ملابس عامة الشعب كانت بتبقى مصنوعة من الكتان، أما الأغنياء والفرعون كانت ملابسهم مستوردة بقى، كانت من الحرير المستورد من فينيقيا اللي هي سوريا حاليا، وكانت كمان بتتزين وبتتطرز بالذهب والفضة. كانوا طبعا بيرتدوا الأساور ويزينوا نفسهم بالكحل وغيره من أدوات الزينة. المصريين القدماء كانت النساء بتلبس، والرجال العقود الأساور، بيستخدموا العطور، النساء بتلبس الأقراط، الأقراط دي اللي هي الحلق، وكانوا بيستخدموا طبعا بشعرهم الأمشاط والحنة، كانوا بيلبسوا الخواتم، وبيستخدموا في عينيهم زي الصورة اللي قدامنا الكحل. نتكلم دلوقتي عن العادات والتقاليد عند المصري القديم في الطعام. المصري القديم في البداية كان بيتناول طعامه على الحصير، ثم تطور الأمر وعرف الموائد المنخفضة، يعني كان بيتناول طعامه على موائد منخفضة زي اللي شايفينها في الصورة دي، وبعد كده تطور الأمر وأصبح يتناول غذائه على الموائد المرتفعة ذات البقاعة، يعني حاجة كده عاملة زي ترابيزة السفرة. والمصري القديم طبعا كان بيتناول 3 وجبات في اليوم، وبيغسل ايده قبل الاكل وبعده. اما عن عادات وتقاليد المصري القديم في الزياره، فكان المصري القديم يلتزم باداب الزياره، ما كانش يدخل اي بيت الا بعد ان يستاذن. اما عن العلاقه الزوجيه، فكان المصري القديم يحيط اسرته بكل عنايه، وبيحرص على اسعاد زوجته ولا ينازعها ابدا، ما كانش بيتخانق مع زوجته، وكان كمان بيعاملها بكل رفق وحنان ويساعدها في اعمال المنزل اذا اقتضى الامر. طب المصري القديم ما كانش بيتسلى ويقضي وقت فراغه في رفاهيه؟ لا، كان عنده وسائل للتسليه والرفاهيه، مثل ممارسه رياضه الصيد. طب المصري القديم كان بيصطاد سمك بس؟ لا، ده كان بيصطاد كمان طيور زي البط والحمام، وكان شجاع يقدر ان هو يصطاد تمساح او يصطاد غزلان واسود. طب يا ترى ايه الادوات اللي كان ممكن يستخدمها المصري القديم في الصيد؟ كان ممكن انه يصطاد بالشص اللي هي الصناره، كان بيسميها الشص، ويصطاد بالشباك، ده فيما يخص الاسماك. اما باقي الحيوانات اللي بيقوم باصطيادها فكان بيستخدم عصا الرمايه والحربه الى جانب الشص والشباك. وكان المصري كمان القديم بيمارس بعض الالعاب الرياضيه، مثل المصارعه والتصويب على كتله خشبيه والمبارزه ورفع الاثقال. كذلك كان عنده العاب بتعتمد على التفكير والذكاء، مثل الشطرنج والتحطيم. التحطيم اللي هي الصوره اللي قصادنا دي، اللي هي يبقى نوع من المبارزه بالعصيه.
اما عن البنات فكانت ليهم العاب خاصه بيهم مثل تقاذف الكره، والاطفال كان ليهم العاب مثل العصا والطوق واخفاء الوجه اللي هي عسكر وحراميه. وكمان كانوا بيغنوا وعندهم انواع من الغناء والموسيقى، فكانت انواع الغناء عند المصري القديم 3 انواع: غناء شعبي وغناء وطني وغناء ديني. اما الموسيقى فعرف المصري القديم العديد من الالات الموسيقيه مثل الطبول والمزمار. طب المصري القديم ما كانش عنده اعياد بيحتفل بيها؟ ده كان عنده اعياد كتير جدا، منها ما هو اجتماعي وما هو ديني او سياسي او عسكري او اقتصادي. يعني مثلا عيد البذر ده بينتمي لانه نوع من الاعياد، بينتمي للاعياد الاقتصاديه. اما عيد راس السنه فهو من الاعياد الاجتماعيه، وعيد الفيضان من الاعياد الاقتصاديه، وعيد جلوس فرعون على العرش فده من الأعياد السياسية. وطبعا عيد الربيع ده من الأعياد الاجتماعية، وعيد آمون من الأعياد الدينية، وكذلك عيد أوزوريس طبعا دي معبودات مصرية قديمة، وعيد النصر هو عيد عسكري، وعيد الحصاد هو الآخر من الأعياد الاقتصادية. في النهاية نحفظ مع بعض تعريف الحياة الاجتماعية. الحياة الاجتماعية هي مع مجموعة العادات والتقاليد التي تمسكت بها جميع طبقات الشعب المصري في المأكل والملبس والمشروب. وانتهى الدرس.